لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لست أحب الشاب أو إني لا أحب الشاب منكم، أو قال: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل ذلك فرط، وإن فرط فإن فرط ضيع، وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق. طيب مجالسكم في النور بذكر محمد وآل محمد. عن ساحات المجد والكمال والصلاح.
هذا يعتمد على قدر الجهد والعمل والسعي الذي يبذله كل شاب في هذه المرحلة من أجل أن يكسب لنفسه ما يمكن أن يكسبه من ملكات الفضيلة، من علم، من حكمة، من عدل، من حزم، من قوة إرادة وصلابة عزم. وفي الجانب الآخر أيضا ما يمكن أن يكسبه في نراء سعيه وجده واجتهاده من صفات أخلاقية حميدة وفاضلة، من كرم، من شجاعة، من إيثار، من تعاون، من محبة، من صدق إلى غير ذلك. في هذه المرحلة يكون التحديد، وفي هذه المرحلة يكون الاختيار، ومن بعدها يصبح العمل. وإذا الإنسان ضيع هذه الفترة معناته أنه ضيع نفسه وضيع كل شيء، لا في الدنيا يحظى ولا في الآخرة يصل إلى مبتغاه وإلى أمنه. بعد ذلك الشاب المؤمن الذي يريد أن ينقذ نفسه من الخطر في مثل هذه المرحلة، ويريد أن يكون من أهل الخير والصلاح وأهل العفاف وأهل الإيمان الواعي وأهل العمل الصالح، يطلب منه أن يلتفت أو يخطو خطوات ثلاث مهمة. الخطوة الأولى، والكلام بشكل مختصر وسريع، الخطوة الأولى عليه في هذه الخطوة أن يتجنب أسباب الضياع والانحراف والفساد. الشك من سبب يؤدي به إلى الزيغ، إلى البعد عن الخط المستقيم، عليه أن يتجنبه. الأسباب كثيرة جدا، لكن هنا يمكن الإشارة باختصار إلى ثلاثة أسباب مؤثرة جدا في حياة كل إنسان، خصوصا في هذه المرحلة. السبب الأول هو الفراغ. وقت ضائع، ما عنده في شيء، ما يدري شو يسوي. هذا الفراغ بالنسبة إليه قد يكون خطوته، الخطوة الأولى لضياعه وضياع مستقبله والانحرافه والعياذ بالله. العلماء، علماء التربية وعلماء الأخلاق، يتحدثون عن الإنسان في مثل هذه المرحلة، فيقولون أن هذه المرحلة مرحلة توهج طاقات الإنسان وتفجرها وبلوغها ذروة في النمو والكمال. يصبح عند الإنسان حيوية ونشاط وحركية وفاعلية، قوة وقدرات لا يتحصل عليها في أي مرحلة من المراحل. هنا في هذه المرحلة يكون هذا حال الإنسان من الناحية الجسمية ومن الناحية النفسية والعقلية كذلك. زين، هذه الطاقات المتفجرة، هذه الحيوية وهذا النشاط وهذه الفاعلية والحركية غير تريد إلها طريقة تنصرف فيها، غير تريد إلها سبيل تثمر فيه تنتج من خلاله، بحيث أن هذه الطاقات لا تذهب هباء منثورا.
إذا الإنسان فكر وتدبر في أمر نفسه وسعى لإيجاد الطريقة المثلى للاستفادة واستثمار تلك الطاقات فيما يحل ويجمل ويناسب بالطريقة المناسبة والطريقة الشرعية كذلك، هنا يكون قد أنقذ نفسه من ضياع محتم. لكن إذا هذا الإنسان ما أوجد لنفسه الطريقة المناسبة، السبيل المناسب لصرف تلك الطاقات، تبقى تشكل عامل ضغط داخلي نفسي عليه قوي جدا. إذا هو ما بادر، الآخرون أعداؤه سيبادرون بالنيابة عنه، لكن هنا مو استثمار، هنا حالة استغلال بدءا من النفس الأمارة بالسوء، ثم الشيطان الرجيم، شيطان الجن، ثم شياطين الإنس وأرباب المصالح وهوى الإنسان، يجتمعون يتكالبون عليه فيجرونه شيئا فشيئا إلى طريق الشر والانحراف والفساد. قاعد فاضي ما عنده شيء، يريد أن يشغل هذا الوقت لأنه يشعر بحالة من السأم، بحالة من الملل، بحالة من الضجر. إذا يمكن أن يصرف هذه الطاقة في مكان معين يفيد، سأم يروح، ضجر يروح، ينهار ضيقة الخلق كلها تروح، يصبح الإنسان في حال نفسية مستقرة ومطمئنة ويسير عليه. وإلا شنو؟ ما يريد ينفس عن نفسه، ما عنده شيء، منهج ينبني إليه، طريق مو مرسوم إليه، ماكو شيء واضح عنده، فأي شيء يخطر على البال على طول يسعى لتنفيذه، والجري واللاثي وراء يروح ورا السينمات، الأسواق، الملاهي، دين السفر هنا وهناك، ونسى وفرفشة، الجلسة مع أولئك البعلاء وكذا، يملأ الفراغ من وقته بطرق غير المشروعة وغير المحببة وغير السليمة، وهذه نتيجته. لهذا يقول إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كما يروى من في لفظ آخر مع من أو مع الفراغ تكون الصبوة، من الفراغ تكون الصبوة أو مع الفراغ تكون الصبوة. الصبوة يعني شنو؟ صبوة يعني الجهل واللهو والعبث. ما دام وقت موجود ما مبلي بالخير والصلاح، يملى باللهو بالعبث، هذه الوسائل الموقوت والنتيجة شنو؟ لا شك هو الضياع من الفراغ تكون الصبوة. في دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه ما مضمونه عن لسانه صلوات الله وسلامه عليه، وإن أدركت لنا وأدركنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة، اجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة ولا تلحقنا فيه سأمة. ليش؟ حتى
ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين. إذا قدرت لنا فراغا اجعل هذا الفراغ في هذا السبيل، في هذا الطريق، ما ينفعنا ما يصلحنا، وأبعدنا عما يضرنا. دعاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالفراغ إذا وجد على الإنسان أن يسعى لوضع برنامج لنفسه بما يفيد، ليترك نفسه للشكل من دون برنامج. يعني بعضهم يجيبون القضية على البركة، قضية على البركة، إجا شغل خير أهلا وسهلا، ما إجا شغل خير اللي يحصل يعني بالنتيجة شنو؟ السابق لابق، خير كان أهلا وسهلا، شر كان أهلا بيمشوا يا ما عنده منهجية في حياته، هدفية في حياته، إنسان يمشي همج والعياذ بالله من ذلك. هذا أولا السبب الأول. السبب الثاني أصدقاء السوء. علماء يقولون الإنسان ابن محيطه، يعني يتأثر بالجو الذي يعيش فيه، ويتأثر بالنفر المحيطين به لعيش وياهم. فهذول كانوا من أهل الصلاح، والجو كان جو خير فهو إلى خير، وإلا فالعكس بالعكس. الصورة القرآن الكريم ينقلها عن يوم القيامة، إن في النار أحد الظالمين لأنفسهم، إن المنحرفين يتأوه ويندم على أي شيء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كان يوسوس في راسي ويلعب بعبي ويعبيني من الأفكار، لأن المنحرفة والفاسدة يحرضني على ذاك الطريق، وأنا سمعت وطاوعت وتأثرت به دين، وكانت هذه النتيجة أن أدخلني إلى دارجة إلى جهنم والعياذ بالله. يندم، لكن الندم ذيك الساعة بعدش ينفع. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول فيما يروى عن مجالسة أهل الهوى، مجالسة أهل الهوى مساءة للإيمان أو منساة للإيمان، محضرة ومحضرة للشيطان. منساة للإيمان ومحضرة للشيطان. الجالس هذول ايش يعطونك؟ كل إناء بالذي فيه ينظر، إناءه ايش يفطر؟ ايش يطلع من مملوء بالخبث؟ فهذه عطيتهم. وفي حديث آخر عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول خلطة أبناء الدنيا تشين الدين وتضعف اليقين. خلطة أبناء الدنيا شو تسوي؟ تشين الدين، تشوه صورة الدين، تنال بالدين الإنسان، وتضعف يقينه بدينه بمعتقده.
بكل ما فيه نجاته، يبدأ يغير بيئة سلوكه وطريقته وقناعاته وأفكاره شيئا فشيئا، مو إلى الأفضل إلى الأسوأ والعياذ بالله. زين. وحديث الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إياكم ومجالسة الملوك وأبناء الدنيا. ليش؟ ففي ذلك فساد أو ذهاب دينكم، ويعقبكم نفاقا، وذلك داء دوي لا شفاء. يعني مرض عضال، خلاص يبحث الى عن علاج عنده ما يوقع بكم في طلعه، لا شفاء له، ويورث قساوة القلب. يورث قساوة القلب ذاك الإنسان العطوف الرحيم على الفقير وعلى المسكين وعلى الأرملة وعلى اليتيم، دين على الضعيف، دين على المحتاج وعلى الكذا من أهل الحاجة والمسكنة. يتغير الوضع كله، شوف الأمور كلها قدام، صور الإنسانية كلها تتمثل قدام عينه، ولكأن شيء صاير، ما كان في أبدا أي تغيير، كأن الأمور ماشية طبيعي عنده. هذا هو، هذا النتيجة. فعلى الإنسان أن يكون أشد حذرا لمن يصاحب وفي أي مجلس يجلس. إذا كان هذا الصاحب فيه ما فيه، قل يا أما تصبح نفسك، يا أما هذا فراق بيني وبينك، مجلس يا أما تعدل وضعيتكم بما يرضي الله، وإلا بعد أنا بعد مو من أفراد هذا المجلس. لازم واحد يخاف على دينه، يخاف على عرضه وشرفه، يخاف على انسانيته، مستقبله، الدنيا والاخروي على حد سواء. الثالث، السبب الثالث، وسائل الاعلاميه الخبيثه بشتى صنوفها، كانت مرئيه، مقروءه، مسموعه. لازم واحد يلتفت ما الذي يتلقاه من هذه الأبواب، ما الذي يأخذه. تلقوا بيشتغلون، مو جايين اعتباطا فاتح لك قناة، مو جاي اعتباطا فاتح لك مجلة وجريدة، ولا اعتباطا فاتح لك إذاعة، وإنما بالنتيجة هو عنده أهداف مرسومة وغايات يريد أن يصل إليها من خلال الوسائل. إذا أنت تستمع إلى ما يفيد وما ينفع من وسائل الإعلام وتقرأ منها كذلك وتنظر منها ما هو مستقيم، لا شك كل هذه راح تأخذ من عندك. من استمع إلى ناطق الحديث الشريف معروف عنه، بأي طريقة يوجهك. اليوم يعملون جاهدين من أجل أن ينتزعوا من الناس دينهم، بل يميتوا ضمائرهم ويقسوا قلوبهم، ويخيلون يخلون كل واحد يهتم بنفسه وما عليه من غيره، لأن يهتم بدنياه مو مهم عند الدين استوى زين ولا مو زين، صلح ولا ما صلح دينه، أخلاق صارت أخلاق فاضلة ومو مشكلة عنده. فيبدأ اللي يستمع لا يقول مع واحد واحد أنه أنا ما أتأثر، ترى قضية لا شعورية هنا. من أنت جرب تستمع إلى مثلا في جو بتعيش كل كلمات بديلة، يمكن تستطيع أن تحصن نفسك اليوم باكر شهر شهرين ثلاثة
لكن بعد طول المدة شنو؟ لا شعوريا. وإذا أنت تقذف كلمة من الكلمات المتداولة بذاك المجلس ما كنت أنت هالشكل، كيف أنا لفظ هذا اللفظ؟ قضية مو عندك أنت، لا شعوريا بدك أثر وسمعت وتركزت بالذهن وأخذت محلها ومكانها من قلبك وعقلك وأحاسيسك ومشاعرك، خلاص راح يصير على هذاك الطريق. فلهذا الحضر كل الحضر مو بس بالنسبة إلينا، حتى بالنسبة إلى أبنائنا، ماذا بماذا يتغذون؟ بماذا يتغذون؟ هذا أمر باختصار الكلام. السبب الثالث، الخطوة المهمة هنا الثانية، بعد أن الإنسان يعرف أسباب الانحراف فيمنع نفسه يضع بينه وبينها حاجز، تجي الخطوة الثانية البناء. الآن مطلوب من الإنسان أن يبادر هو بنفسه لبناء شخصيته المميزة القوية، هو يبادر، ولكي يبني ذاته بناء محكما. ما حد راح يسوي لك هذا الشنو، شو حتى أمك وأبوك يساعدونك نعم، بس أنت إذا ما عندك قابلية ما ينفع. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان هو بنفسه اللي بادر إلى هذا الأمر، وإلا الضياع. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجي هنا يطرح لنا منهج ينبغي أن يأخذ به كل شاب ويلتفت إليه. لست أحب الشاب منكم إلا غاديا، أو لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو شنو متعلم، إما أنه رايح وراء طلب العلم إلى النهاية يريد يوصل، لأن ما عنده طموحات أخرى في المقابل ولا شغل ثاني، فيكون عالم يوصل إلى درجة العلم يكون أحد العلماء، بمعنى أنه يكون هو بعد ذلك يمارس الدعوة ويمارس الإرشاد ويمارس تعليم الناس ويمارس هدايتهم بهذا الطريق، أو شنو متعلم. ما عندك أن تستطيع أن تتعلم، ما تعرف روح إلى اللي عرفك، ما تدري روح اللي واحد يدريك. اكسب هذا الوقت، وسائل التعلم كثيرة جدا، اختر منها ما شئت وما أردت. شوف الإمام التسلسل اللي يجيبه حتى نعرف الأهمية. فإن لم يفعل ذلك، يعني إذا لم يكن عالما ولا متعلما يشغل بهذا الجانب، يعني شنو أكثر أهمية وأفضل وأحسن من أن الإنسان يشغل نفسه بالعلم والمعرفة؟ ليش الإمام أمير المؤمنين يقول العلم حجاب من الآفات؟ أنت مو تريد تدرى عنك الفتن؟ مو تريد تحجب الفساد والانحراف أسباب عنك؟ تعلم، اعرف، افهم. إذا عرفت راح تميز ما بين ما هو صحيح وما بين هو الفاسد، الباطل والحق، الصالح والطالح، ما يليق وما لا يليق، الجميل والقبيح. بالنتيجة عندك راح تختار لأنك تعلمت.
إذا بقيت على الجهل ومشكل. فيقول الإمام سلام الله عليه: إما عالم أو متعلم، فإن لم يفعل ذلك لا عالم ولا متعلم. نتيجة شنو عندنا؟ فإن لم يفعل ذلك فقد فرط. فرط يعني قصر، قصر وتسبب في أذية نفسه وفتح باب الشر عليه. فإن فرط ضيع، تقصر هناك، نتيجة هذا التقصير شنو؟ ضياعه. وإن ضيع أثم، وهو هذا الطريق الصحيح. ضيع طريق الصحيح وراح لطريق الشر، شو يلاقي بطريق الشر؟ مآثم والعياذ بالله. وإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار والعياذ بالله. وإن أثم سكن النار، شوف ايش يقسم الإمام: والذي بعث محمدا بالحق. صلى الله عليه وسلم. على وجه السرعة والعاجل. شباب عندكم طاقة وعندكم حيوية وعندكم نشاط وعندكم قدرات، ينو كفاءات، مجتمعكم محتاج لكم، مجتمعكم محتاج إلى مساهماتكم، وهذه المساهمات ينبغي أن يكون لها هدف. لازم يكون بالطريق الصحيح والطريق المنظم والطريق المشروع. يعني تحتاج المسألة إلى إعداد وترتيب وتنظيم وسعي حثيث من أجل أن تكون الجهود المبذولة تؤتي ثمارها كما هو مطلوب. مجتمع فكر، أكو حاجات كثيرة جدا، جانب منها مادي وجانب منها معنى. الآن أنا خلي فقط أريد أشير إلى المسألة لا من باب التأثير على عند كثير من الشباب، لله الحمد، في مثل الأيام يصرفون جهودا على بعد بذل الطعام. ما بيشكل، بل أمر مستحسن. لكن ليش دائما احنا نفكر، يعني واحد من يفكر على طول تطلع الى هذه البادره، ليش ما نفكر فيما هو انفع من ذلك؟ يعني شيء من الابداع. صور انه في احد بلدات في المنطقه الشرقيه عندهم شيء جميل، هذا ما صاير في منطقه اخرى تقريبا الى الان، ما منتشر كثير. في مقابل الموجوده، المضايف الموجوده كلها تقدم لك الطعام، دائما الطعام تقريبا كله متشابه ومتشاكل مع بعض. جزى الله القائمين على مثل هذه الاعمال خير الجزاء، وبارك الله فيهم وضاعف جهودهم. ارجو ان الله سبحانه وتعالى يسجلهم في دفتر خدام الحسين. بس يبقى أنه أنت تؤجر وتثاب على نوعية العمل الذي تقدمه للناس لخدمة مجتمعك. هناك فاتحين مضيف لتغذية العقل، مضيف للعلم والمعرفة. وإن كان إحنا طبعاً أكو كثير من الأحيان هذه مسألة العلم والمعرفة في سلم الله يعين
جميل جدا في الأمر. واحد يفكر في هذه المسألة، أنت ولا أعبد أن يجمع علم مضيف ثقافي مضيف زين، انزجوا ليش ما تمزجوا بين هذا وذاك؟ قدموا الشيء المضرون، لا واحد يجي بعد يجي يقدم أشياء شوية ثقيلة، لا قدموا سندويتش على فلافل مقابلها أيضا سندويتش فيها موعظة فيها إرشاد فيها نصيحة. وهذا أنفع وهذا أحسن. على كل حال الكلام أنا مو فقط وأنا لناقل وإنما كمثال لا أكثر. مجتمعنا حاجاته كثيرة، طاقات الشباب ما إلها موجود، ليش ما تسخر دين فيما يفيد وينفع المجتمع ويسد كل حاجاته؟ حتى لا نفتح الباب للآخر أنه يجي ينفذ من هنا وهناك ويقدم خدماته، لكن على حساب ديننا وعلى حساب عقيدتنا ومصالحنا الدينية والدنيوية والأخروية والعياذ بالله من ذلك. تعالوا إلى شاب من شباب الطف، خيرة شباب الطف، ونتعلم من عنده درس علي الأكبر دين. مو مجرد شاب، علي الأكبر كان عالما من العلماء، فقيه من الفقهاء على حداثة سنه 27 سنة، يعني في النتيجة أكثر من قال بهذا 27 سنة بعد في ريعان الشباب، لكنه كان يقدم خدمات لمجتمعه جليلة وعظيمة جدا. في هذه الليلة كما ذكرنا في ليلة سابقة باسم علي الأكبر، إن شاء الله أن نجمع أولا لهذه الحسينية لبنائها مبارك الله. اللي برا ولا في نساء أيضا، النساء طبعا من المعروف أن النساء أسخى يدا من الرجال، أسخى يعني يجمعون أكثر من الرجال. بارك الله فيهم، ما يقصرون، مباراة في الخير. صلى الله على محمد وآل محمد. طريقا للمجد والكمال للخير والصلاح للفوز دنيا وآخرة، فليبتدي بعلي الأكبر ورث الصفات الغر، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بابن حسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللهم صل وسلم على
قوله لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل أعني ابن ليلى عن السدى والندى أعني ابن بن الشرف الحسب الفاضل كان إذا شبت أو شبت له نار أوقدها بالشرف القابل المقبل كيما يراها. هذه النار نار القرى يسموها معروفة عند أهل ذاك الزمن. ذاك الزمن كان الكرماء والأسقياء من الناس منهم يشعلون النار بعضهم ليلا بعضهم نهارا يعني 24 ساعة النار مشعلة بأسطح المنازل ليش تكون علامة أن هذا البيت بيت ضيافة وبيت قرن لمن ينزله يجون ناس غرباء وما عندهم محل دين ولا عندهم أهل ولا صديق وين يروحون فنادق ما موجودة يضيعون. فهناك أهل الحاجة والمسكنة دين اللي ما عندهم قدرة وين يروح يشوف تلك النار فيقصد هذا بيت معطاء بيت جود وكرم. النار التي كان يضيبها علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه من أشهر النيران وأعلاها كان إذا شبت أو شبت له ناره أشعلها بالشرف القابل كيما يراها مرمل أو فرد حي ليس بالآهل. بهذه المثابة في أخلاقه في صفاته لأن عند مشروع بالنتيجة إغاثة بتعبيرنا الحاضر للضعيف للمسكين للمحتاج نفس الوقت رجل محافظ على قيمه ومبادئه يعني لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. وجدت يوم عاشر قالوا له إن لك صلة إلك رحم مع الأمير يزيد مع الأمير يزيد ونود أو نحب أن نحفظ تلك القرابة ذاك الرحم إليك فإن شئت أخذنا لك الأمان. جدت الدنيا مقبل عليه فماذا كان رده وجوابه؟ كان الرد والجواب منه صلوات الله وسلامه عليه أن قال قرابة رسول الله جوابا الأول باللسان خاطبهم خاطبهم قرابة رسول الله أولى أن ترعى أولى أن ترعى. لكن جوابه الثاني كان لهم بالسيف بالسيف حمل عليهم حملة منكرة حتى يقولون ضج الناس من كثرة القتلى وفزعوا من قوته وشدة بأسه فظن الظان منهم أن علي بن أبي طالب قد بعث من قبره وجاء يقاتلهم وإذا بالصوت يرد على ظنهم ذاك أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي أطعنكم بالرمح حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي حتى قتل منهم 120 فارسا
وقد أكبروا وما يرجع إبلافة وشدة عطشة. يقولون الحسين سلام الله عليه بحياته ما كان يريد لعلي الأكبر طلب، ما خيب أبدا، ويا طلب كان يطلب علي كان يتكلف الحسين يتحمل يتعنى يلبي لولده كرامة وحبا لرسول الله، ما يرد إلى طلب في حياته. بس ذاك اليوم رجع وهو يقول أبا أبا يا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ أبا لا تنقذ بقطرة مي يا نار قلبي، ما أحد كفو من هالجمع يوقف بدربي، برد غليلي وعاين أطرادي وحربي، لا أحمل على الجيمان حملها شوية، واصرخ وخلي الخيل تكردس على الخيل، واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل، وادع النهار من العجاج اظلم من الليل، واملي الواد من الجثد واجري الدماء السيل، ايه وابني العدا واترك مضاربهم خليل. شجاب الحسين ابشر يا عقل جان مني تطلب الماء، وان جان تطلب ماي هذه طلبة محار، لازم يا ابويا بالعطية ايش نقضي نسوي؟ ويلي قلبي تبرد حشاي تحسر، وقال لا يا ضيا عين اش بدين، وني علي ودع خواتك والحريم وبالعجل روح يسقيك ابوك المرتضى يا مهجة الروح، شبيدي يا ابويا وعلى امر مكتوب رسول الله.
تركيني بس ابكي لما التابعة لجامع الإمام زين العابدين عليه السلام عن بيت